مرحبا بكم متابعينا الأعزاء. بفضل إنجازات العالم الحديث أصبح الناس قادرين على التحكم في العديد من العمليات في هذا العالم، ومع ذلك وبسبب الكوارث الطبيعية تعاد العديد من الدول من خسائر بمليارات الدولارات سنويا، ناهيك عن عدد الأشخاص الذين يصبحون ضحايا الكوارث الطبيعية. اليوم سنعرض لكم أفظع الظواهر الطبيعية التي تم تصويرها بالكاميرا. لنبدأ. لكن وقبل أن نبدأ، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وترك تعليق لنا، فهذا أفضل دعم لنا على الاستمرار. لنبدأ. ظاهرة في السماء. لحسن الحظ ليست كل الظواهر الطبيعية خطيرة. ألقي نظرة على هذا الشكل الأرجواني في السماء، إنه ببساطة جميل، ولكن نظرا لأن الناس لم يتمكنوا من تفسير كيف تشكل، خاف الكثيرون من هذه الغيوم. سحابة مجد الصباح. انظر لهذه الغيوم، يمكن رؤية هذه الظاهرة النادرة فقط في مكان واحد على الكوكب، في خليج كاربيتاري في شمال أستراليا. هذه السحب الجميلة بشكل غير عادي لها اسم رومانسي للغاية، وهو مجد الصباح. البرق. البرق له قوة مميتة، ولكن هل هو قادر حقا على إحداث مثل هذا التأثير عندما يصطدم بالماء، أم كان هنالك متفجرات في الماء؟ الإعصار المائي. لا يختلف الإعصار المائي عمليا على الإعصار المعتاد، إلا أنه يتكون فوق سطح المياه، حيث يمكن للقمع أن يسحب كمية هائلة من المياه، ونادرا ما يخرج إعصار مائي إلى الأرض. في كثير من الأحيان يحدث كل شيء بالعكس، يذهب الإعصار نحو المسطحات المائية ويتحول إلى مائي. الإعصار الناري. يعتبر الإعصار الناري أكثر خطورة بكثير من إعصار الماء، ولحسن الحظ فإنه نادرا ما يتشكل بسبب ظروف خاصة التي تتطلب العديد من الحرائق ودرجات حرارة الهواء المنخفضة، ويمكن أن تتشكل أعصر النار بعد ثوران بركاني أو أثناء حريق غابة. مثل هذه الدوامات أيضا تسمى نار الشياطين، يمكن أن تصل درجة حرارة اللهب إلى 800 درجة مئوية، ويصل ارتفاع إعصار النار أحيانا إلى 5 كيلومترات. إليكم سحابة أخرى أخافت سكان ريو دي جانيرو. اعتقد الكثيرون أنها بدت مشؤومة، ولا يمكن لأحد أن يشرح سبب تشكلها. في ذلك اليوم لم تكن هنالك عاصفة أو مطر، ولا حتى إعصار. للوهلة الأولى قد يبدو أنه لا يوجد ما يثير الدهشة في هذه اللقطات، فعادة ما يحدث كسوف الشمس، ولكن الحقيقة هي أن الشمس في تلك اللحظة كانت على الجانب الآخر من السماء، وكان الناس خائفين بشدة ولم يفهموا ماذا كان يحدث. هذه الغيوم تشبه إلى حد بعيد درجا حقيقيا إلى السماء، كما لو أن أحدا كان على وشك النزول من السماء إلى أرضنا، ومع ذلك اختفى الدرج فجأة كما ظهر فجأة. قوس قزح. لحسن الحظ لا تخيف أقواس قزح أحد، بل على العكس من ذلك، فإن ظهور قوس قزح غير عادي في السماء عادة ما ينظر إليه من قبل الكثيرين على أنه نوع من المعجزة وفال للخير. الأعمدة الشمسية. تعتبر الأعمدة الشمسية أو الأضواء ظاهرة طبيعية نادرة إلى حد ما، أو بالأحرى إنها خداع بصري. أولئك الذين يحالفهم الحظ في رؤية شيء مشابه بأعينهم يقولون أنه لا يوجد شيء أجمل منها في العالم. الإعصار. إذا كان هنالك أشخاص في هذه السيارة فهم في خطر لا يقل عن السائق من الفيديو السابق. الإعصار يقلب السيارة كأنها لعبة أطفال، وفي هذه اللقطة هبت رياح فطر السقف وغطى السيارة. الانهيار الأرضي. ظاهرة طبيعية خطيرة أخرى هي الانهيارات الأرضية، كتلة من الصخور تندفع من المنحدر تحت ضغط وزنها. أحيانا مئات الأطنان تتدفق في تيار بسرعة فائقة وتدمر كل ما في طريقها. في بعض الأحيان لا تكون الكتلة كبيرة جدا، وفي هذه الحالة تؤدي الانهيارات الأرضية إلى الدمار. حرائق الغابات. تم تصوير هذه اللقطات على مسجل فيديو أثناء حريق غابة،
يبدو أن السيارة تسير في جحيم حقيقي، ولا يتمنى أحد أن يكون في مكان هذا السائق. تسونامي. التسونامي هو أحد أكثر الظواهر الطبيعية تدميرا، والتي تحدث نتيجة زلزال من كتل تحت الماء. النوع الأكثر ندرة من هذه الكارثة هو تسونامي جليدي، عندما تتدفق كتلة ضخمة من الجليد إلى الساحل. الطريق. هذه هي الطريقة التي ينهار بها الطريق نتيجة لزلزال. هذا مشهد مروع للغاية، فقد تخيل الضرر الذي تسببه الكوارث الطبيعية في الدول التي يحدث فيها هذا كثيرا. الفيضان. إذا تم إنشاء سفينة لتبحر على الماء، فإن السيارة العادية ليست مناسبة لذلك. ومع ذلك أثناء الفيضانات القوية تجرف السيارات حرفيا بعيدا عن الطرق. وانظر إلى عدد السيارات التي كانت في الماء. إذا كان هنالك أشخاص بالداخل، فإن فرص نجاتهم ضئيلة للغاية. الجراد. لا يكاد يوجد شخص واحد في العالم يقول إن الجراد حشرة لطيفة، لكن سكان المملكة العربية السعودية اعتادوا على غزو هذه المخلوقات الرهيبة. حشود الجراد تغطي السماء بالكامل والأشجار، وتلتهم النباتات المختلفة. نهر الحمام. خلال ثوران بركان كيلاويا في هاواي، من خلال الشقوق في قشرة الأرض اندلعت الحمام البركانية وتدفقت في نهر من الحمام. هذا هو مشهد رائع ولكن خطير بشكل لا يصدق، جنبا إلى جنب مع الغازات السامة التي انبعثت من الحمام نفسها، دمرت أعمدة الهواتف والأشجار والمنازل. لحسن الحظ تمكنت الحكومة من إجلاء السكان المحليين في الوقت المناسب. فوق المياه. انظر فقط إلى هذا المشهد، هل من الممكن حقا رؤية هذا في الواقع؟ أو أنه من الصعب تحديد ما إذا كانت هذه رسومات حاسوبية أم هي حقيقية؟ لكن يبدو أن كل شيء ممكن في هذا العالم. زبد البحر. تخيل أن مدينتك بالكامل تغرق فجأة في رغوة بيضاء كثيفة. هذا ليس ممتع على الإطلاق، بل وحتى مخيفا حقا، خاصة إذا قلنا لك أن الحيوانات البحرية يمكن أن يعلقوا في هذه الرغوة، ويمكن أن تكون خطيرة كما تتمتع هذه الرغوة بقدرة تدميرية. لكن لحسن الحظ هذه الظاهرة نادرة جدا، لدرجة أن معظم الناس يعتبرونها نذيرا لنهاية العالم. لكن كل شيء أكثر تعقيدا، تتشكل هذه الرغوة أحيانا بعد عاصفة كبيرة، عندما تسقط في المياه جزيئات صغيرة من الطحالب ومكونات أخرى، ثم تحملها الرياح إلى الشاطئ، وفي ظل ظروف معينة يمكن أن تغطي مدينة بأكملها. نكون الآن قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، فنتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. نراكم بالفيديو المقبل.